الهدف. مبابي. It's a change of pace again. 4-1 France. And Olivier Giroud draw on the horizon here. Mbappe for Giroud. مش يطلع الكرة للصاروخ ينطلق كيليان مش يعديه مش يعديه ما يعديه ما تحكيش يعطي كرة هرنانديز يرجع بالكرة جول 1-0 كيليان باش يعديه باش يعديه والكرة يلعب الكرة للمنتخب الفرنسي كينغسلي كومان 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 جريزمان جريزمان والثاني هدف الثاني من الوحش ماذا قلت لكم مبابي فرنسا رسميا للدوري الثاني رسميا فرنسا للدوري الثاني عنده كرة ديمبلي يتقدم كيليان مبابي 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 الله كيليان مبابي دائما ما كان الحق تورام يتقدم الى الجانب الايسر تورام عنده كرة تمريرة بصورة ممتازة الى مبابي مبابي تاريخك انت يا كيليان مبابي امام العملاق مارتينيز كيليان مبابي جول 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 هدف فرنسي من كيليان مبابي يشعل الفينال مبابي يسجل النهائي كينغسلي كومان كومان وسط الميدان حط الكره لرابيو رابيو يلعب الكره مبابي خطيره جدا كره من كيليان وجول مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن اعتذر يا كيليان مش ممكن اعتذر يا مبابي انتم شعب غريب انتم كرة عجيب كي كي كيليان مبابي فينال للتاريخ فينال الأسطورة اكبر نهائي في كاس العالم ممكن في تاريخ المونديال يمشي كيليان وجول جول 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 مقواك يا كيليان مقوى اعصابك يا مبابي